السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في إذاعة الحرم الجامعي IIUM.FM. ويسرنا أن نلتقي ونتعرف بشخصية أكاديمية لها وزنها في عالم المعرفة واللغة والفكر في برنامج Insight into Research and Publications in the IIUM. هي الباحثة في جذور اللغة العربية عبر التاريخ والجغرافيا، الشغوفة بالتكامل المعرفي في التراث العربي الإسلامي، المستكشفة للاختلاف بين القراءات القرآنية لفظاً ومعنى، وأخيراً هي المنظرة للثورة، ولكنها ثورة من نوع خاص، ثورة اللغة والحضارة منذ آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ضيفتنا اليوم هي دكتورة صالحة يعقوب، الأستاذ المشارك بقسم الآداب واللغويات بكلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية، والتي أتمت دراستها الجامعية وحصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه من الجامعة العالمية الإسلامية بماليزيا. مرحبا بك دكتورة صالحة. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم. دكتورة صالحة، تمتد مسيرتك البحثية لنحو 20 عاما كباحثة في علوم اللغة العربية وخاصة فلسفة النحو، فلماذا وكيف بدأ شغفك بهذا التخصص؟ طيب، شكرا يا هيبة وهولة على هذه الدعوة، وهذا ليس الأول مرة أنا كنت في هذه الدعوة، هي كانت يعني الدعوة الثالثة لي. نعم، فسؤال عن التخصص في اللغة العربية وخاصة في فلسفة النحو العربي، كانت هي هذا الموضوع هو موضوعي في الدكتوراه، متخصص في هذا المجال. بعد الدكتوراه يعني أنا طورت في البحوث حتى وصل على جذور اللغة العربية وحضارة الإنسانية. فهذا هو فهدفي، يعني من أغراضي للدراسة هذه الدراسة هي الوحيد فقط، أنا أريد أن أبحث يعني اللغة العربية إلى أي مدى مستخدمة، هل هي ما قبل القرنين، قبل القرنين بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعني قبل هذا كانت اللغة العربية مستخدمة، لأن بعض المستشرقين يقول يعني هو ما قبل القرنين بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كلام غير صحيح. هل يقصد المستشرقين عند نزول القرآن بدأ استخدام اللغة العربية، أم ماذا يقصدون بالضبط؟ يعني المستشرقون يعني ممكن نقسم إلى قسمين، في المستشرق يعني رد القرآن، ففي في منفر آخر يعني هم يؤيد عن الإسلام. طيب، الذين يقول أن اللغة العربية مستخدمة قرنين ما قبل البعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم دساسي، فوجدنا هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ هناك منقوشات قبل عمر القيس، قبل أم سلامة، يعني هناك كتابة مكتوبة بالعربية. نعم، الرسومات ليس مثل العربية الآن مكتوبة، يعني تختلف، لأن الرسومات في الكتابة المنقوشة حسب ثقافة الإنسانية، لأن اليوم ما في أحد يعاش اليوم كان عاش في تلك الأيام، وما في أحد يعني يستطيع أنطق، يعني أنا سمعتهم يتكلم كذا وكذا باللغة كذا وكذا بأي لهجة كذا وكذا. هذا هو. نعم، ولكن لماذا اخترتي هذا التخصص؟ كيف بدأ هذا الشغف والاهتمام؟ هل هناك موقف معين في حياتك؟ طيب، يعني الموقف، نعم والله، أنا درست كل المراحل في الدراسة في ماليزيا في هذه الجامعة. جميل. نعم، في هذه الجامعة كأني يعني بنت الجامعة. أفتخر بذلك. نعم، أنا أفتخر بهذا. فوالله اختيار الموضوع نظرة العمل في النحو العربي دراسة تحليلية ونقدية في دراسة دكتورة هو يعني اختيار صعب، حتى يعني الجامعة يعني لازم يعني تستورد المشرف من ليبيا، مشرف ليبي من جامعة الغاريونس، لكن أنا متخرج من هذا الجامعة. جميل. نعم والله، هذا شيء يعني جديد، يعني ممكن نطبق للآخرين. تعاون. نعم. مشترك ما بين الجامعات العربية. نعم. والإسلامية. نعم. التبادل الثقافي أو الأكاديمي. نعم، فقط يعني على هذا هو، إذا كان جاء من واحد من دول العربية متخصص جدا يعني في مجال معين، فهم يتقنون يعني في الإشراف. نعم. فأنا اخترت وسيلة صحيحة.
للتخرج لمستوى دكتور يعني. ما شاء الله، يبدو الأمر شيق جدا للحديث عنه. نذهب إلى فاصل قصير ونعود لكم أصدقائي المستمعين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، عدنا إليكم مجددا مع إذاعة الحرم الجامعي IIUM.FM ومع الأستاذ المشارك دكتورة صالحة يعقوب في قسم اللغويات والآداب بكلية العلوم معرفة الوحي والعلوم الإنسانية بالجامعة الإسلامية بماليزيا. مرحبا بكم مجددا ومع موضوعنا الشيق اللغة العربية في البحوث الأكاديمية. مرحبا دكتورة صالحة. مرحبا بكم. دكتورة صالحة، لك العديد من المنشورات في العديد من الدوريات العلمية والأكاديمية عربية ودولية أجنبية حتى، ولكنها جميعا تتحدث عن اللغة العربية، عن التراث الإسلامي، عن القراءات في القرآن الكريم، عن علوم اللغة والنحو. ما هي أبرز هذه الأبحاث التي شعرتي أنها بالفعل تمثل إضافة، ارتبطت بها؟ ماذا يعني لك كل بحث؟ ما هو القيمة المضافة التي قدمها؟ طيب، أنا بدأت بهذه البحوث يعني بعد اللي تخرجت من دكتورة حول يعني 15 سنوات. فبعد مباشرة أول المقالة منشورة بعد دكتورة هو باللغة الإنجليزية، لأن اللغة العربية هي اللغة الكتابة في الرسالة. فأنا غيرت إلى المجلة إلى المقالة باللغة الإنجليزية Degree Influence on Arabic Grammar، وهذا يعني في مقبل نشر في ليدن، هذا بتاعة National University Singapore. فبعد هذا أنا وجدت أن أنا متحمسة في القراءة وفي الكتابة في التفكير، فوجدت أن قلة من العرب نفسه يعني يكتب باللغة العربية باللغة الإنجليزية. حتى الكتابة باللغة العربية هي كتابة ليست على المستوى النقدية، فنحن نحتاج إلى هذه الفكرة. معظمهم يعني على الأسف يعني أنا صراحة هنا يعني كتابة معظمهم على حسب النقلية، ونريد يعني الكتابة النقدية. فالقراءة يعني الكتب عن اللغة الإنجليزية والمجلات مكتوب عن اللغة العربية لكن باللغة الإنجليزية، فهذا مهم جدا. فأنا تذوقت في هذا المجال، فوجدت أن هناك مجال مهم جدا، أي لازم أنا أكتب باللغة الإنجليزية فيما بعد. أنا أكتب باللغة العربية عن المجال فكرة نقدية وتحليلية، يعني إلى أي مدى مستخدم اللغة العربية والنحوها. طيب، في هذا المجال دكتورة صالحة، لماذا ترين أنه من المهم أن يكتب عن اللغة العربية ولكن باللغة الإنجليزية للمجتمع الأكاديمي الغير عربي؟ لماذا؟ ما أثر هذا؟ ما أهميته؟ طيب، سؤال جيد يا هبة. لماذا نكتب باللغة الإنجليزية لكن عن اللغة العربية؟ لأن صراحة الدول العربية معظمها مكتوبة يعني كتابة المقالة عن اللغة العربية باللغة العربية. صحيح. نعم، فهذا هو هذا الأول. والثاني، اللغة الإنجليزية ناس يعني في خارج دول العربية هم يريدون أن يعرفوا ماذا عن اللغة العربية، ليس فقط عن باب النحوي على مستوى السطحي، بل أيضا عن باب ما يتعلق بدراسة نقدية والتفكير العميق، وكيف ترى وما العلاقة هذه اللغة باللغة القديمة، مثلا لغات قبل لغة قديمة، أنا أقصد هنا أكادية، فينيقية، كنعانية، كلدانية. فهذه اللغات كلها هي من الأسرة اللغة العربية الفصحى الآن، لغات الحضارات القديمة، لغات الحضارة القديمة. نعم. فهذا قليل من المسلم نفسه يكتب باللغة الإنجليزية يعبر هذا بأسلوب الإسلامي بالثقافة الإسلامية. فهذا نحن نحتاج إلى هذه. فأنا لست العرب، أنا ماليزية ملايوية بحتة، وما درست الدول العربية، ولكنك سلطت الضوء على نقطة جدا مهمة، وهو تعريف العالم بأسره على أهمية اللغة العربية وعلى الطريقة النقدية أو الفكرية أو التفكير العربي باللغة العربية. صحيح. لأن ماذا؟ لأن معظم من المثقفين مسلمين نفسه سواء من العرب أو غير العرب هم يتأثرون بأفكار من الغرب. صحيح.
لأن بعضهم يتخرج من الألماني، من فرنسي، من إنجليزي، من الأمريكي، ففكرتهم يعني كأنهم يعني تأثروا بكلام الغربيين. فعلينا أن نفحص هذه ونعمل تحليلات والعمل يعني هل هذا كلام صحيح؟ لأن الكلام الغربي يعني يعمل بحوث كثيرة في الدول الإسلامية، وهم يكتشفون الأثار القيمة حتى يأخذون هذا الأثر إلى بلدتهم. فماذا الدولة الإسلامية يفعل هذا؟ فعلينا أن نبدأ من الآن يعني البحوث علمية عن ما قبل البعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو إنجيل للثقافة الإسلامية. هل تقصدين أن العرب يتخلون عن جذورهم العربية؟ لا. أو يحاولون التخلي عنها بأخذ أفكار غربية؟ طيب هذا السؤال يعني أنا لا أريد أن أقول أن يعني الدول العربية كلها هكذا، معظمهم يعني اعتمد على الثقافة الإسلامية، ولكن للأسف يعني لم يعتمد على أو لم يتجاوز يعني الأفكار البحوث العلمية ما قبل البعثة. معظمهم أميالوا إلى ما بعد البعثة، حتى يعني في باب الفقه وصولي يعني باب الفروع هم يتضربون فيما بعد. فالحال يعني هناك الأشياء المهمة، أهم شيء في الثقافة الإسلامية أو في الإسلام هو ما قبل البعثة، لأن ما قبل البعثة هناك في أيام الأنبياء. نحن نؤمن بالأنبياء من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ما نعرف يعني كيف أحوالهم، كيف يعني الدولة في أيامهم، فكيف اللغة منطوقة وكيف اللغة مكتوبة، هل هم يتكلموا ويكتبوا ويدونوا؟ إذن حديث حضرتك ينقلنا إلى نقطتين في غاية الأهمية من وجهة نظري، وهما النقطة الأولى ما علاقة اللغة بالحضارة، ثم ما علاقة اللغة بالدين. صح. وكيف نفرق بين المستويين اللغة والحضارة واللغة والدين؟ طيب سؤال جيد مرة أخرى يا هبة. الفرق بين اللغة والدين، يعني علاقة بين اللغة والدين واللغة والحضارة هي مثل في وادي واحد. طيب سوف نتكلم عن اللغة، علاقة اللغة مع الدين. اللغة مع الدين هي لا يمكن أن ننكرها. لغة ديننا هي اللغة العربية، لأن أنزل القرآن باللغة العربية الفصحى. فالسؤال الآن حتى يعني في الحصة مع الطلاب دائما ناقشنا هذا، أي اللغة يعني نطق آدم عليه السلام مع الرب في الجنة؟ هذا هو ناقشنا في الحصة. فأخيرا وجدنا يعني كلام في القرآن، مثلا جبريل عليه السلام يعني هناك الحوار مع محمد صلى الله عليه وسلم في باب العلق، هذا اقرأ باسم ربك الذي خلق في غار حراء. هذا أول سورة في القرآن. طيب هذا بالأسلوب الفعل الأمر، هذا بأسلوب الفعل الأمر. في النحو العربي إذا كان في أسلوب الفعل الأمر ما في الوسيلة، وإلا مباشرة. ماذا معنى؟ اللغة ينطق لغة الملائكة اللغة العربية. سبحان الله، هذا هو. فحتى هناك الحوار في القرآن يعني يكتشف أن اللغة منطوقة بين الرب والملائكة في الجنة، يعني حتى مع الأنبياء هي باللغة العربية. صح. وليست يعني ما هو الدليل؟ فعل عمر. صحيح هذا هو. شكرا. الحقيقة أن أيضا في هذا الجانب نتحدث عن اللغة العربية كلغة للحضارة، لأن الإسلام ربما ليس دينا فقط، وربما لغة بعض الأديان الأخرى أو التي كتبت بها بعض سجل بها أتباع الأديان الأخرى كتبهم قد انقرضت من الاستخدام اليومي بانتهاء فترة الحضارة، في حين بقيت اللغة العربية. صح. طيب عن العلاقة بين اللغة والحضارة. طيب اللغة العربية، والله هذا ما يتعلق بمشروعي مع الإعلام. هذا السؤال سننتقل. طيب على سؤال هذا في حالة لهذا المحور إن شاء الله في العلاقة فيما بعد إن شاء الله. نذهب إلى بريك قصير أصدقائي المستمعين، ثم نعود للبروفيسور صالحة.
مرة أخرى مستمعينا الكرام نرحب بكم في إذاعتكم إذاعة الحرم الجامعي IIUM.FM ومع دكتورة صالحة يعقوب والحديث الشيق عن اللغة والحضارة وكيف تكون باحثة وأم في نفس الوقت. وانتظروا معنا هذه الأسئلة الشيقة إن شاء الله. دكتورة صالحة الآن نتحدث عن رحلتك كباحثة، هي رحلة واجهتها أكيد تحديات وصعوبات، خاصة يقال أن اللغة العربية هي من أصعب اللغات في التعلم خاصة لغير الناطقين بها، فما هي أبرز الصعوبات التي واجهتك كباحثة في هذا المجال وكيف تجاوزتيها وما هو أكبر تكريم حصلت عليه كباحثة في هذا المجال؟ طيب شكرا سؤال يا هبة. فالتحديات مما أنا وجهته هناما في عمل بحوث في مجال اللغة العربية وتفكيرها أو قبل هذا يعني البيئة يعني أنا عشت هنا ليست بيئة عربية، هذا أولا. فالبيئة هنا هي بيئة مختلط بالإنجليزية بالملايوية، يعني البيئة ليست يعني البيئة متجانسة هنا. طيب فالأشياء الجيد يعني من هذه البيئة يعني هو أدت إلى الشعور الشجاع، يعني شجاع إلى الأمام عن اللغة العربية. هذا بسبب بيئة ناس لا يهتموا بالأشياء، واحد ناس يتعامل مع الكثير، فأنت الوحيد يعني يفكر أن هذا ويؤدي إلى الشجاع الآخر لك، هذا أولا. وثانيا حياتي هي في الجامعة، والله كنت للطلاب يعني ثلاثة مراحل، يعني ثلاثة المكان أمكنه لازم أن تذهب أو يعني تجلس هناما كنت الطالبة، هي ثلاثة، ما هي؟ المكتبة، والثاني المسجد، والثالث الحصة الفصل، لا تغيب عن الحصة وإلا الأشياء مهمة جدا أنت تغيب عنها. فهذه الثلاثة هذا أدت إلى الروح أو ظروف يعني ظروف صافي لك. إذا أنا صافي في الظروف في العقل في الروح في القلب يؤدي إلى يعني حياة، يعني شيء يعني ما يتعلق بالمعلومات الصحيحة والصافية ستأتي إليك. حياة مثمرة. حياة مثمرة. يعني خاصة في جامعتنا. المكتب قريب والمسجد قريب والفصل قريب، ماذا نريد؟ جميل. لماذا المسجد؟ المسجد يعني هو يعني بعد الحصة نروح إلى المكتب، بعد المكتب هناما كتب ما قرأنا نحتاج إلى الصلاة. فالمسجد هو الوحيد يعني يعطيكم فكرة جديدة أو يعطيكم روح جديد، مثل البترول. نعم. مثل البترول يعني يسبل على السيارة، فهذا هي يعطيك فكرة ويعطيك يعني المعلومات يعني الروحية، وأنت من؟ أنت عابد صح؟ صح. فثم بعد هذا رحل إلى المكتب، ومتى أنا أرجع إلى السكن لو في أيام الطلاب؟ الساعة 11 ليلا. حضرتك تحدثت في كلمة الآن، أنت عابد صح. بالصلاة وفي محراب العلم، في صح. محراب الصلاة وفي محراب العلم صح. نعم، كيف ترين واجبات الباحث ليتمثل روح العابد في العلم وفي الدين؟ نعم، هناك العلاقة القوية بين الأفكار والقلب، بين الفكر بين العقل والقلب. العقل ربما ممكن نأكل في المكتب، والقلب ممكن نأكل في المسجد. نعم. فالعلاقة التوحيد هذا هو الأولى في حياة المسلم أو المسلمة. بدون التوحيد أنت يضع التوحيد في رقم ثاني، هذا لا يسمح عليك، هذا حرام. التوحيد في الأولى. فلذلك إذا كان وجود يعني ظهور هذه الفكرة لديك سوف تكون ما هي الإسلام، ما هو أخير الإسلام، ما هو الثقافة، متى بدأ الإسلام، هذا هو. تبدأ من هذه الفكرة، من هذا الشجاعة أنتم تبدأوا ابحث يعني عن المجال، اللغة العربية هي اللغة يعني الحوار في الجنة، هكذا في البداية تبدأ هكذا. إذن ما هي أبرز الجوائز التي حصلت عليها وأكثرها قربا إلى قلبك؟
طيب البحوث البحوث علمية. فأنا والله أنا ما تصورت وما تخيلت في حياتي أنا أستطيع أن أكتب كلها. والله أنا ما أتصورت، لأن أنا ما درست الدول العربية وما درست الدول الأوروبية أو أمريكية. أنا فقط درست في هذه الجامعة، وأنا أستطيع الحمد لله هذا بإذن الله أنشر مقالاتي وكتبي في الخارج. هذه هي أكبر جائزة. أكبر جائزة. جميل. فوالله حتى الآن يعني أنا غير مقتنع بهذه الكتابة، وأنا في أشياء كثيرة سأكتب فيما بعد. إن شاء الله. إن شاء الله. إذن دكتورة صالحة، إذا أردنا إلقاء الضوء على أحد بحوثك، طيب بحث مفضل لديك وتحبين أن تشاركي طلابك بعض تجربتك معه في إنتاج هذا البحث وكيف كان رد الفعل عليه، ولكن بخلاف المشروع الأخير سنتحدث عنه. أوكي أوكي. طيب السؤال هبة، يعني ما يعني جوابي عن هذا السؤال؟ أنا سأعطيك الطلاب، يعني أنت تقصد يعني البحث المميز. نعم. يعني اختيار هذا. أنا سأختار منشور في الكويت، وأنا سأختار منشور في الجزائر، وأنا سأختار منشور في مصر. ما شاء الله. هذا هو. والمنشور آخر في لندن. ما شاء الله. هذه الأربعة سأكون يعني هذا لي. وأما الباقي نعم، بولن هذا، مصر هذا كلها، لكن هذا أيضا يعني من أردن. هذه هي هذا الموضوع، هذه الموضوعات يعني الفكرة تثمرني في الثقافة العربية أكثر والإسلامية الأكثر. وأما الثقافة الغربية فأين موقفها؟ هذا هو. نعم. أين موقفها من اللغة العربية؟ من اللغة العربية ومن الدولة، من الثقافة في الدولة الإسلامية. هذا جميع يوسع مداركك. هذا من أبحاثك. نعم. جميل صح. جميل. إذن دكتورة صالحة، هل يمكن أن تعطينا بعض التفصيلات عن بعض هذه الأبحاث؟ طيب أنا ممكن أعطيكم يعني منشور في الكويت عن في الكويت، حتى في الكويت يعني مقالتي كان في الأول، مستوى الأول، عن موقف المستشرق من اللغة العربية غولزيهر المزجن دراسة نقدية. هذه المقالة منشور في جامعة الكويت مجلس النشر العلمي. فأنا أريد أن أشارك معكم خبرتي في هذا النشر. طيب أنا أرسلت هذا بدون معرفة من في الكويت، أنا لا أدري يعني كأن بدون وعي يعني. فأنا أرسلت هذه المقالة، فرد هذا الأديتر رئيس التحرير، هيئة التحرير، فتأخذ وقت حول 6 أشهر بس. 6 أشهر. ف خبرتي في هذا الكتابة، في واحد يعني الممتحن يريدني أن يرجع إلى كتاب سيبويه محقق لدى عبد السلام حروم. فعندي كتاب سيبويه محقق لدى إميل بدي يعقوب. فلماذا هذا؟ أنا سألت نفسي. فهناما سألت بعض الأساتذة هنا، فأنا أعرف جواب، لأن إيميل بادئ يعقوب هو نصراني. حتى على هذا الحد، بمعنى قيم. فعلي أن أذهب إلى مكتبة، لأن عندي محقق لدى إيميل بادئ يعقوب. فأنا أذهب إلى المكتبة وأجلس ساعتين لأبحث هذا ما كان من قول سيبوي في كتاب سيبوي، وأين صفحته. فالفرق بين الصفحة في إيميل بادئ يعقوب وصفحة في كتاب عبد السلام حروم تحقيقا هذا 5 صفحات بس. أي بمعنى لو في 40 في كتاب محقق لدى الأمير يعقوب، في كتاب محقق لدى عبد السلام حروم 35 في صفحة 35 فقط 5. ربما في إضافة لدى دكتور بروفيسور إيميل بدي يعقوب، هذا يعني زيادة جديدة. نعم. إذن وكيف وجدت موقف المستشرقين من اللغة العربية من خلال هذا البحث؟ طيب وأنا وجدت أن أنا والله أنا رفضت كلام غولزيهر.
رفضته. حتى أنا شفت يعني أنا قرأت عن الشخصية الزهير، هو رجل يعني يتعمق باللغة العربية وحتى يحفظ مزهير السيوطي وحتى يحفظ كثير من الكتب التراثية، أفضل منا، أفضل منا من ناحية المعرفة اللغة العربية وتاريخها. ولكن للأسف أخيرا هو قال أن اللغة العربية هي اللغة ليست يعني لغة قديمة، بل هي اللغة جديدة حتى خاصة في الكتابة اللغة العربية. طيب، فأنا وجدت كيف ردت على هذه المعلومات، فأنا رجعت إلى كتاب السيوطي مظهر نفسه. في كتاب مظهر نفسه كان في أقوال، يقول أنا متى تبدأ اللغة العربية؟ كانت تبدأ اللغة العربية حتى في أيام إبراهيم عليه السلام، حينما ماذا؟ حينما أرسل يعني درس إسماعيل عليه السلام مع قبيلة جرهوم. قبيلة جرهوم كان موجودة في تلك الأيام، في أيام ما قبل الإبراهيم عليه السلام. فالجرهوم، جرهوم هذه معروف يعني مفهوم عن اللغة العربية وتكلم اللغة العربية الفصحى. فإسماعيل عليه السلام درس مع قبل الجرهوم، حينما قبل الجرهوم يريد أن يذهب إلى الشام، هم من اليمن، وفي الطريق يعني في مكة يعني يكتشف الماء زمزم ملك سيدنا الحجر. فأخيرا يبقى هنا ويتعلم مع يتعلم إسماعيل عليه السلام مع هذا الجرهوم. فأخيرا يعني وجدنا أن اللغة العربية الفصحى كانت موجودة في تلك الأيام. إذن اللغة العربية لها جذور قوية وقديمة منذ قديم الزمان. الآن بروفيسور صالح نخرج إلى بريك قصير ثم نعود إليكم أصدقاء المستمعين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مجددا مع إذاعتكم إذاعة الحرم الجامعي IIUM.FM والبروفيسور صالح يعقوب الأستاذ المشارك بقسم اللغويات والآداب، والآن مع مفاجأة هذا اللقاء. مفاجأتنا اليوم عن مشروع يتجاوز حدود الحرم الجامعي ويصل إلى العالم كله عبر مشروع إعلامي تقوم عليه دكتورة صالحة يعقوب، وعنوانه ثورة اللغة والحضارة من آدم عليه السلام وحتى محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي أسرار هذا المشروع دكتورة صالحة؟ طيب، المسيرة هذا المشروع الآن يعني إن شاء الله إلى النشر إن شاء الله. فإن شاء الله يعني هذا المشروع يعني كان أنا سأقول يعني من البداية، يعني المشروع هذا حول 52 حلقات يعني في واحد من القناة يعني جاءت إلي بطريق الجامعة، فطلب مني أن أكتب السكريب يعني والحلقات على 52 حلقة. والله أنا أول مرة يعني أكتب سكريب، والله أول مرة، وما أكتب يعني سكريب في حياتي، وإلا ما قال بس والكتاب. فأنا هنا ما كتبت هذه، فانتهيت حول 6 أشهر فرديا، فرديا من آدم عليه السلام عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن الفكرة الثورة اللغوية ومع العلاقة بالحضارة الإنسانية، كذلك عن الدول أو الحكومة أو كيندمز يعني التي تري ما قبل الطوفان نوح عليه السلام وما بعد نوح عليه السلام. والذي يعني أنا وجدت من هذا السكريب أو من هذه الحلقة الأشياء المهمة، يعني اللغة العربية متى تبدأ اللغة العربية؟ هذا سؤال واحد، هذا أولا. وثانيا، هل هناك دليل آخر يعني يساعد أو يؤيد على كلامي هذا؟ والله فيه، فأنا وجدت أن كتاب المنقوش الأول في العالم هو ملحمة قلقامش. فملحمة القلقامش هذا مكتشف في العراق حول 1876 يعني حول في بابل، هذا مكتشف هذا، فله يعني حول 12 تابلت يعني منقوشة. فالمنقوشة في الأو في 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 الحادي العاشر يعني يتحدث عن الطوفان، يتحدث عن الطوفان، فالقصة فالمعلومات التي تعرف في هذه التابلت يعني في هذه المنقوشة متشابهة التي تعرف في توراة في أولد تستمن في جينيسيس في سفر التكوين على نفس القصة. هذا أولا، وهذا يدل على أن كأن هؤلاء يكتبوا الأولد تستمنس يعني العهد القديم، يعني ينقل من المنقوشات قبل الموسى عليه السلام.
وهم لا يخبر هذا وينقل هذه المعلومة، يحرفون الكتب ويحرفون السماوية. الكتب السماوية هذا بمعنى الكتب السماوية هم يقولون هذا منحرف، هذا أولا. وثانيا الكتاب هذا هناك في واحد يعني الأستاذ كبير في علم اللغة القديمة هو الأستاذ بروفيسور طحر بكير، والله أنا قد قرأت أن يعني ترجمة هذه المنقوشات من لغة كتاب الأكدية كتاب المسمارية باللغة الأكدية ترجم إلى اللغة العربية، ومن ترجم هذا الرجل بروفيسور طحر بكير رحمه الله. فهذا البروفيسور يعني كان في الأول أمريكا يعني طلب منه أن ترجم إلى اللغة العربية إنجليزية، فبمساعدة واحد من فرنسا هو يستطيع أن يترجم إلى اللغة الإنجليزية، وفاز في هذا في النجاح في هذا ونشر في جنرال أمريكا أورينتال ستاديز. وبعد سنة هو يفكر لازم أنا أترجم إلى اللغة العربية لكي طلابي والعراقيين العرب يعرفون يعني ماذا يعني التعريف في هذا المنقوش. إنما ترجم إلى اللغة العربية كان أسهل وأسرع، لأن في هذه الكتابة المسمارية باللغة الأكدية هنا له مثل اللغة العربية من ناحية الطريقة أسلوبي، في مضاف إليه، في فعل في الأوضة، في الضمائر، في إضافة مثل شيء. أنا عملت الخلاصة القوي من هذه من هذا التفكير، أي أن اللغة الرسومات سيمبل شيء، السيمبل شيء آخر، وأما اللغة منطوقة شيء آخر. صحيح. ما الفرق بينهما؟ الذي اكتشفتيه؟ نعم، فهناك وجدنا أن ما في أحد عاش اليوم كان عاش هناك في تلك الأيام ويخبرنا أن هؤلاء يتكلموا باللغة كذا وكذا، صح؟ حتى يعني أكادية لغة أخرى يعني بيبلونية كنعانية فينيقية، أنا أعتبر هي فقط لهجة، هي ليست لغة، لأن هي كانت من أسرة واحدة من منطقة واحدة، فكيف هي اللغة؟ إذن اللغة العربية لي يعني كان كما قال دكتور بروفيسور طحر باكر هي اللغة كانت رسومات فقط تختلف. أنت تعرف الآن أنت وجدت ميم جيم هذا منطوق صح؟ نقطة في نقطة. نعم. كان أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة إلى حبش إلى الروم هذا بدون نقطة. صحيح. بمعنى تغيرت طريقة كتابة حسب تغيرت فكرة الإنسان، تغير العصر، غير الأصل، يعني تطور سيمبول الرسومات هي حسب التطور سيمبول ثقافة الإنسان والأزمة الإنسان، تلك تتغير أمة تغير التفكير. نعم. وتتغير اللغة من ناحية الكتابة، وأما اللغة هذا ربما ليست اللغة، هي لهجة. لماذا تختلف اللهجة؟ لأن في عدة مناطق عدة، مثلا لهجة كويتية تختلف، ما هي لهجة سعودية تختلف، لهجة العراق تختلف، لكن هؤلاء من اللغة واحدة يلا العربية. فلماذا شيء يعني قديمة اللغة القديمة تعتبر لغة؟ هي ليست لغة، هي لهجة، لأن أكدية هي إذا كان في العودة في مضاف إليه، في فعل فاعل، في مبتدأ خبر، هي كأن أسلوب العربي. أي بمعنى لو لغة العكدية هنا، فإبراهيم عليه السلام من العراقي، هو عراقي واللغة ومن أكدية. هل اللغة العربية هي أصل اللغات السامية؟ تقصدين ذلك؟ نعم، أنا أريد أن أكل هذا. وصلينا إلى هذا الجذر أو هذا الجوهر. نعم، ولا أريد أن أكل في البداية. من الأصل. لكنك قدمت الأدلة بداية بما إن بناء نفس هذه اللغات القديمة يتفق مع بناء اللغة العربية، فإذا هو الأصل كان اللغة العربية وكانت هذه مجرد لهجات من اللغة العربية. صح. واختلف رسمها وشكلها باختلاف وتطور الثقافات والعصور. ومن المعروف أن اللغة المنطوقة سبقت اللغة المكتوبة. صحيح. نعم. شكرا دكتورة صالحة على هذه الإفادة، ولكن نبقى حول المشروع 52 حلقة متى تبدأ؟ وعلمنا أيضا أن هناك أكثر من مشروع لنفس الفكرة. نعم. وليس نعم. مجرد الحلقات فقط. نعم، في كثير يعني إن شاء الله من هذا المشروع، يعني إن شاء الله سنسافر إلى 4 البلدان. كنت سافرت إلى سعودي مكة مدينة والجدة، وعندي صور وفوتيش هذا أنا نسيته يعني هذه من 52 حلقات أنا حولته إلى كتاب
كتابة، بعدين حولت إلى موسوعات إن شاء الله كلها يعني سوف تنشر تحت رعاية الدي بي بي، يعني مجمع اللغة في ماليزيا إن شاء الله. يعني هذا، فإن شاء الله مع هذا السفر يعني في هناك برنامج آخر سأكون أقابل مقابلة رسمية مع المسلم سكولرز يعني من العلماء الإسلامي عن موضوع هذا، فهذا سيكون تأييد للدوكيومنتري. ايضا سيكون دوكيومنتري فيلم وثائقي في الوثائق وكتاب وموسوعة وبرنامج مع 50 حلقة يبدا في رمضان المقبل. في رمضان يعني في رمضان مقبل هذا سيكون الدوكيومنتري بس. نعم باللغة العربية. هذا سيكون باللغة الملايوية، لكن هناك سيكوننا في سبتايتلز ان شاء الله بعد ذلك يعمل على دبلجته الى اللغه العربيه. نعم حتى هذا يعني الكتابه حلقه خمسه هذا يعني سكريب هذا عدلته ترجمه الى اللغه الانجليزيه وجاهزه. جميل جميل. طيب. من ابرز الشخصيات التي ستلتقيها في هذا البرنامج؟ هذا سؤال مهم. التي تتمني ان تلتقيها في هذا البرنامج. اوكي طيب، والله هذا البرنامج سيكون 13 حلقات، فلازم 13 شخصيه صح. فمنها انا حصلت الدعوه من باريس، بروفيسور دكتور صبحي بستاني، فمن لندن بروفيسور دكتور داود عبد الله ميمو دايركتور اوف ميمو ميدل ايست مونيتور. طيب فانا اتصلت وحصلت الدعوه من الجامعه الاردنيه، جامعه الاردنيه من بريسيدنت اوف جامعه الاردنيه محافظه عزمي محافظه، فسوف اقابل في هذه الجامعه الاستاذ الكبير هو بروفيسور سلامه نعيمات، وبعد من جامعه الاسراء بروفيسور سامر اشتيتيه. هذا ابرز الشخص. هذا ابرز الشخص. فان شاء الله هؤلاء 13 سيكون المستشار في موسوعي إن شاء الله. هذا أول إن شاء الله. نذهب إلى بريك قصير أصدقائي المستمعين، ثم نعود مجددا مع البروفيسور صالحة. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، مجددا مع إذاعتكم إذاعة الحرم الجامعي IIU.FM. الآن مع دكتورة صالحة ومسك الختام محورنا الأخير، نسألها عن ما تنصح به أبنائها الطلاب. ودعيني أطرح قضية أن كثير من الطلاب يتحدثون أنا أدرس فقط المنهج العلمي، أريد أن أتم دراستي لأخذ أو رسالتي لأنال الدرجة العلمية وفقط. هل الدرجة العلمية هي غاية ما يطمح إليه الباحث؟ ما هو هدف الباحث؟ ما هو هدف البحث العلمي؟ ما مقاصده؟ طيب كما قلت سابقا أن ثلاثة هذا الأمكان، هذه المسجد المكتب والفصل، هو محور يعني أساسي لتوجه توجيهات إلى سؤال هذا السؤال. طيب بدون هذه الثلاثة هذه التوجيهات لا يأتي، هذه التوجيهات لا يأتي. بعدين يعني طيب عن البحوث العلمية يحتاج إلى الطموح. إذا كان أنت تريد أن تكتب بحثا علمية لازم تقرأ كثيرا، قراءة لازم كثيرة، ليس فقط لأجل اللغة العربية فقط، بل أيضا باللغة العربية باللغة الإنجليزية خاصة، لأن الكتابة اللغة الإنجليزية واسع. هذا هو هذا. والثاني لازم تبحث قضية. ما معنى قضية؟ قضية من القضايا لكي أنتم تستطيع أن تضع نفسك في تلك المجال أو في ذلك المجال. تعني قضية تكون ذات أولوية للمجتمع للأمة لمجال البحث العلمي. صح. قضية عن موضوعك. حينما أنتم متخصص في الصحفية أو في اتصال صح في الإعلام، فأنت حينما تقرأ شيئا فلازم أن تبحث يعني شيء ممتع لكي يعني أنت أميل إليه، وإلا ما هي الفائدة القراءة؟ لأن القراءة هي تريد تقصور المعلومات في ذهنك وثم تصب على الورقة، وسوف تكون أنت، وسوف تكون تستحق لك ولا تأخذ من الآخرين، وإلا هي الأصل منكم. هذا هو علم ينتفع به. صحيح.
كيف يتحول هذا العلم والمنتج البحثي إلى علم ينتفع به للمجتمع؟ كيف يستفيد به المجتمع؟ هل العمل البحثي منفصل عن المجتمع أم متصل معه؟ طيب حتى الآن يعني أنا أظن يعني مما أنا كتبت سواء مقالات أو الكتب يعني هي وصول إلى مستوى الأكاديمي بس، ليس على مستوى عالمي حتى الآن. يعني أظن هذا مبدئيا، هذا فقط فكرة مبدئي في 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 مسيرتي. فأظن إن شاء الله أنا أشعر شيئا سيأتي فيما بعد، فهذا المعلومة سينتشر في أنحاء العالم إن شاء الله. سؤالنا لك دكتورة صالحة، بروفيسور صالحة، حضرتك زوجة وأم لثلاثة أبناء ومعلمة مدرسة بروفيسور في الجامعة محاضرة وأيضا باحثة ناشطة جدا ما شاء الله. نصائحك لبناتك وأخواتك الباحثات حتى تستطيع التوفيق بين هذه الأدوار مجتمعة، كيف؟ طيب، لتصبح شخصيا مثل هذا، الأم، الزوجة، مع الأولاد، مع المحاضر في الجامعة، مع الطلاب، مع الطالبات، مع الأدمي هذا في الجامعة، فعليكم تحتفظ بالوقت، تحتفظ بالوقت، ولازم تفكير السريع. التفكير السريع والصحيح، التفكير السريع والصحيح، وتحتفظ بالوقت، سوف تكون حلت مشكلة كلها. بالنصيحة الذهبية نختتم حلقتنا اليوم، إدارة الوقت واتخاذ القرارات الصحيحة. نشكرك بروفيسور صالحة، كانت معكم علا باوزير وهبة. نشكر لكم حسن استماعكم أصدقائي، ونلتقي بكم الأسبوع القادم إن شاء الله على إذاعة الحرم الجامعي IIUM.FM، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام عليكم.